اش نعمل بهذولي؟ كل سكان القدس يعغفون هي معملوا آية عظيمة ونحن ما نطيق ننكره. يا جماعة أنا عندي فكرة. إيه؟ أحسن شيء نعمله وحتى ما ينتشر التعليم عن عيسى أكثر بين الناس، نهددهم حتى ما يحكون باسم عيسى مرة تلخ لأي واحد. صحيح خوش حكاية. يا حرس صحيح. فوتوا بطرس ويوحنا بسرعة. حاضر بالله. رجعوا، نحن غيح نسيبكم لكن بشرط ما تذكرون اسم عيسى وما تعلمون الناس بينه. أغيد أقللكم شيء وانتم احكموا بينه، يصير نطيعكم ان بدل ما نطيع الله. نحن ما نطيق نسكت وغيح نحكي بالحق اللي شعنانه واللي سمعنانه. اسمعوني مليح، للمرة الثانية نقللكم إذا حكيتم بهذا الاسم غيّح تغشعون من عدنا الشيء اللي ما يعجبكم. يا حرس اطلق سراحهم وخلوهم يغوحون من قدامنا. المجلس ما لقى طريقة يعاقب بها بطرس يوحنا. انبور هي مخافوا من الفتن بين الشعب، انبور الناس كلتها كانت تسبح الله على الشيء اللي صاغ، والغجال اللي صاغت معهن المعجزة كان عمره أكثر من 40 سنة. ولما أطلقوا سراح بطرس ويوحنا رجعوا لجماعتهم المؤمنين وقالوا لهم على كل ما قالون علماء الدين والشيوخ. ولما سمعوا هذا الشيء رفعوا أصواتهم بالدعاء لله بقلب واحد. يا رب، يا خالق السماوات والأرض والبحار وكل ما بيه، أنت تكلمت بالروح القدوس على لسان عبدك أبونا داود وقلت ليش هاجت الأمم وليش تفكر الشعوب بالباطل، واستعد ملوك الأرض واجتمعوا الحكام ضد الله ومسيحه. انبار فعلا يا رب تم تنبأ بينه أبونا داود بهاي المدينة. اجتمع هيرود وبيلاطس وقبائل بني يعقوب والغرباء ضد رسولك عيسى اللي مسحته ملك، وعملوا كل ما سبق وقضيت بينه بحسب مشيئتك. فاخشع يا رب تهديدهم على عبادك، وطعينا الجرأة نعلن كلامك ومد إيدك للشفاء، واعمل آيات ومعجزات باسم خادمك المسيح عيسى يا رب. فمن دعوا اهتز المكان اللي كانوا مجتمعين بينه، وانتلوا كلتهم بالروح القدوس واستمروا يعلنون كلام الله بجرأة وشجاعة. المؤمنين كلهم كانوا متحدين وكان كل شيء مشترك. رجعتم يا جماعة، عشان يوسف القبرص اللي لقبونه برنابا هو باع الحق مالته وجاب الفلوس وغلط حتى تصرف الحواريين. الحمد لله برنابا شجعنا بهذا الشيء، قول أو بيوت عيبيعوها ويوزعون الفلوس حسب حاجة كل واحد منا. الأكثر من هذا كل المؤمنين قلب واحد
ونفس وحدي، وماكو واحد يقول عندي شيء أو أملك شيء، كل شيء مشترك بيناتهم. استمروا الحواريين يشهدون بقدرة الله العظيمة على قيامة سيدنا عيسى من الموت. كانت نعمة الله وافرة عليهم. اسمعي سفيرة، نحن نبيع قطعة الأرض مالتنا ونخلي الفلوس تحت تصرف الرسل. ايه حنانية، هاي خوش فكرة، حتى نتشرف قدام الناس وقدام الإخوة. لكن يا سفيرة، أش تقولين لو نخلي جزء من الفلوس عندنا، يعني نخفع منه بالبيت الحاجة الزمان، انبور الإنسان كوي ما يعرف غدا أش غيح يصير. إيه، هم نشارك الإخوة بالفلوس وهم يبقى شيء لنا ونقلم هاي كل الفلوس. يلا، لكن أنا غيح أبيع قطعة الأغض وأروح من هنوك للرسول. مرحبا بطرس. أهلا حنانية. يا بطرس، أنا ومغتي اتفقنا أن نبيع قطعة الأغض مالتنا ونجيب الفلوس ونخليها تحت تصرفكم، ولهالسبب هاي الفلوس جبتوها كلتها، فاعمل بيها الشيء اللي تخشعونه مليح. حنانية، ليش خليت الشيطان يتلي قلبك بهذا الشيء؟ فكذبت على الروح القدوس وبقيت لنفسك شوية فلوس من ثمن الأغض. شلون عرفت هذا؟ قبل ما تبيعها كانت كلتها لك، ومن بعتها كان بإمكانك أن تعمل بثمنها اللي تريده. فليش عملت هذا الشيء بقلبك؟ أنت كذبت على الله. أنا؟ ما على الناس. أنا ما أعرف. حنانية لما سمع بهذا الحكي وقع ومات، وقاموا مجموعة من الشباب كفنونه ودفنونه. بعد حوالي 3 ساعات جت مغت سفيرة وكانت ما تعرف باللي صار. قلي لي يا سفيرة، هذا كل المبلغ اللي بعتم بينه الأغض؟ ايه هذا كل المبلغ. ليش اتفقتي انت وزوجك على هذا الشيء اللي يغضب الله؟ اسمعي، اللي دفنوا زوجكي وصلوا عند الباب وغيح يشيلوكي ويدفنوكي انت هم. أشور فوقعت سفيرة وماتت رأسا، ففاتوا الشباب ولقوها ميتي فشالوها ودفنوها يم زوجة. المؤمنين والناس لما سمعوا بهذا الموضوع خافوا كلش كثير. وصاغت بواسطة الرسل آيات وعجائب كثيرة بين الناس، وكل المؤمنين كانوا يجتمعون دائما بساحة سليمان ببيت الله، وما طاق يتجرأ أي واحد من الناس الغير مؤمنين أن ينضم لهم، مع أنه الشعب كان يحترمهم. ولكن بنفس الوقت آمنوا ناس كثير من الرجال والنساء وانضموا لهم. يا أبا، أنا سمعت جماعة عيسى عم يعملون آيات وعجائب كثيرة بين الناس، والشعب كله يحترمهم وهي دائما يشفون المرضى. ابني،
أنا صاغ لمدة طويلة مريض، وهاي حالتي ما لها علاج. يا باه، الناس عايشيلون مرضاهم ويخلوهم بالشوارع على فويش لو حصيغة، حتى إذا مر بطرز يمكن يتغضلوا عليهم وطيبون. يلا يا باه يلا، خلي أشيلك وخليك هنوكة. يا رجال يا رجال، الناس عيجون حتى من المناطق القريبة من القدس، وعيجيبون مرضاهم واللي بيهم أرواح شريرة وكلتهم عيطيبون. إذا كان هذا رأيكم فشيلوني ودوني هناك وإن شاء الله يصير خير. رجال الدين الأعلى انتلى بالحسد، هو وجماعته رجال الدين الساسة. يا جماعة يا جماعة، نحن لازم نخلي حد الجماعة عيسى. نعم أمبور، هذول يعلمون الناس تعاليم غير تعاليمنا. أحسن شيء يا جماعة، وإذا توافقوني بالرأي نقبض عليهم كلتهم ونزتهم بالسجن. إيه إيه، وبهذا الشيء غي حنقلل من تأثيرهم على الناس. يا حرس يا حرس، اقبضوا على كل جماعة عيسى وزدتوهم بالسجن لغدا الصبح، إلى أن نعقد المجلس الأعلى للشيوخ بني يعقوب ونغشى أشغيح نعمل بهم. فقبضوا على الرسل وخلوهم بالسجن، لكن ملاك الله سبحانه وتعالى فتح أبواب السجن بالليل وقلم: روحوا قفوا ببيت الله واحكوا للناس عن هاي الحياة الجديدة وبكل ما تعنينه. يلا يا جماعة يلا يا جماعة، خلونا نروح البيت الله ما دام طلع الفجر، خلونا نروح ونخبر الناس عن طريق الحياة الجديدة. يا حرس، روحوا جيبوا جماعة عيسى من السجن حتى نغشى عشريح نعمل بهم. حاضر مولاي حاضر. سيدي 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 سيدي، غحنا حتى نجيب جماعة عيسى من السجن مثل ما أمرتنا. إيه؟ من وصلنا لهنوكة لقينا السجن مسدود والحرس واقفين على الباب. يا سيدي، ومن فتنا لي جوا ما لقيناهم. أشون؟ ما لقيتهمم؟ أشنو يعني هذا الحكي؟ ويصب اختفوا هذولي؟ سيدي سيدي، جماعة عيسى اللي خليتهم بالسجن البيحة هي من بيت الله ويقفين يعلمون الناس. ها؟ يا قائد الحرس، خذ غجيلك وروح جيبهم بسرعة، بس لا تستخدم العنف معهم، ها، حتى لا تصير فتني بين الناس. حاضر سيدي. سيدي، هذول اللي طلبتم كلتهم جبتوهم قدام المجلس. أمرناكم ما تعلمون باسم عيسى، لكن انتم تليتم القدس بتعليمكم وتريدون الزتون علينا مسؤولية قتل هذا الرجال. نحن لازم نطيع الله فوق طاعة البشر. انتم قتلتم سيدنا عيسى. ايه نعم، انتم صلبتموه. ايه، لكن الله سبحانه وتعالى إله آبائنا قومه من الموت ورفعه ليمينه حتى يكون هو القائد والمنقذ، حتى يطعي للشعب فرصة التوبة ومغفرة الذنوب. ونحن كلتنا نشهد بهذا الشيء، والله يأكد هاي الشهادة بالمعجزات اللي عمله الروح القدوس. اي نعم، الروح القدوس اللي طاعانه الله سبحانه وتعالى لليطيعونه. أيشنو هذا الحكي؟ وبأي حق تحكون هكذا؟ يا أعضاء المجلس، أنتم سمعتم الحكي كلته. أحسن شيء نعمله يكون عقاب هذول الموت حتى ما يأثرون على الناس بتعليمهم، فأيش تقولون؟ يا جماعة يا جماعة، ها غمائل، أيش تغيد تقول؟ يا جماعة، أنا رجال دين مثلكم واستاذ بالشريعة، ف
فقيد احكي رايي بصراحه. احكي احكي يا رمائل، انت انسان معروف وكل الناس تحترمك. لا انا قبل ما احكي طلعوا جماعه عيسى بغى حتى اطيق احكي. يا حرس. نعم سيدي. طلعوهم بغى حتى نرشع شريح نعمل. يا جماعة ديروا بالكم تعملون الشيء اللي نويتم عليهم بهذول الوجيال. انبور تتذكرون قبل هاي الأيام قام توداس وقال على نفسه رجال عظيم ومش وغانه تقريبا 400 رجال، لكن هو انقتل وتفرغ كل أتباعه وزال أثرهم. ايه نعم نتذكر. وغانه قام يهوذا الجليلي بزمن الإحصاء وجا وغانه مجموعة من الناس، فلما انقتل اتشتتوا كل اتباعه. وهسا انصحكم تبتعدون عن هذول الرجال وتتركوهم. انظر اذا كانت افكارهم واعمالهم من البشر فغيح تفشل، واذا كانت فعلا من الله فما غيح يطيقون عليهم. انظر انتم بهاي الحاله غيح تحاربون الله. يعني اشنو؟ يعني تتركوهم وتخلون سبيلهم. انا عاد اغشع حكي غمائل صحيح ولازم نعمل بنصيحته. خلي نأمر الحرس بجلدم ونقلم بعد ما يحكم باسم عيسى. فعلا عملوا الحرس مثل ما أمروهم، وبعد هذا أطلقوا سراحهم. فطلعوا الرسل فغحانين مبور الله سبحانه وتعالى اعتبرهم مستحقين أن ينهانون من أجل المسيح، وكانوا كل يوم وبدون توقف ببيت الله ومن بيت البيت يعلمون ويبشغون الناس بأن عيسى هو المسيح الملك. كان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ بالقدس يزداد بسرعة، وقبلوا الإيمان ناس كثير من غجير الدين. بهذاك الوقت كان مؤمن اسمه اصطفان. هذا الغجال كان منتلي بنعمة الله وعمل آيات وعجائب عظيمة بين الناس، لكن اللي صار جماعة ينتمون الواحد من المصليات اللي اسمه مصلى الأحرار قاموا يجادلون اصطفان، بس ما طاقوا يغلبونه بسبب الحكمة اللي طعنوا هي الروح القدوس، فحرضوا الناس عليه حتى يقولون: يا ناس نحن سمعنا هذا الغجال يحكي بكلام كافر. ايه نعم هذا الكلام الكافر موجه ضد النبي موسى. لازم يتعاقب هذا الغجال على كل الحكي اللي حكانه. ما بس هاكد يا جماعة، ما بس هاكد، حكى بكلام كافر ضد الله. نحن لازم نحكي للشيوخ ورجال الدين على كل ما قالوا وحكانوا. هذا الشيء حرضوا الناس والشيوخ ورجال الدين ضد اصطفان، وقبضوا عليهنه وجابونه قدام المجلس وجابوا شهود زور حتى يشهدون ضده. أشبينه هذا الرجال وأشنو قصته؟ سيدي هذا الشخص ما يتوقف على الكلام ضد بيت الله وضد شريعة موسى.
ونحن سمعناه يقول عيسى الناصري غيه يهدم بيت الله ويغير العادات اللي استلمناها من موسى. كن على سيدي قلتنا شهود على هذا الشيء. ايه سيدي شهود. يا ناس اسكتوا وخلوني احكي معانو. يا اصطفان، هاي الاتهامات اللي قالوها ضدك صحيحة؟ يا اخوتي ويا ابائي اسمعوني مليح. الله صاحب الجلالة كلموا الأبونا إبراهيم لمن كان سيكن ببلاد ما بين النهرين، ووعدوا بأغض تكون ملك اللوة والنسل من بعده. وبعد هذا الشيء طعانوا ميثاق الختان، ولمن انولد إسحاق ختنوا باليوم الثامن، وإسحاق ختن ابنه يعقوب، ويعقوب ختن أولاده الاثناعش، وواحد منه بالنبي يوسف. وإخوة النبي يوسف حسدونه وباعونه لمصر مثل العبيد، لكن الله سبحانه وتعالى كان معانه وأنقذه من كل المحن وطعانه حكمي وصار والي على كل مصر. ويوسف بعث على أبونه وكل أهله حتى يخلصهم من المجاعة وحتى يعيشون معانه بمصر، وعاشوا هنوك وماتوا بهذيك الأغض. ولما جاء الوقت حتى يتمم الله وعده لإبراهيم كان شعبنا يكثغ مصر، والله سبحانه وتعالى بعث النبي موسى حتى يخلص شعبنا من الظلم اللي كانوا عايشين بينه، مع أنه الشعب رفض النبي موسى من قبل وقال علينه منو خلاك ريس وقاضي علينا، ومع هذا طلعه من مصر من خلال عجائب وآيات عمله هنوك وعند البحر الأحمر وطول مدة 40 سنة بالصحراء. وموسى قال غيح يبعث لكم الله من بين شعبكم نبي مثلي. نعم، هذا هو موسى اللي كان مع الشعب بالصحراء، لكن آبائنا رفضوا يطيعونه وما قبلونه ورجعوا بقلوبهم لمصر. ولهذا أقول عليكم أنتم شعب عنيد وقلوبكم كافرة وآذانكم ما تسمع الحق. أنتم مثل آبائكم دائما تقاومون الأنبياء اللي بيهم وحي الروح القدوس. أكو نبي واحد آبائكم ما اضطهدونه؟ قتلوا حتى الأنبياء اللي تنبأوا من قبل عن مجيء الملك الصالح المسيح المنتظر، ومن جاء انتم غدرتم بينه وقتلتمه. أشون؟ احنا اللي رفضنا أنبياء الله؟ اكو كلام بينه كفر اكثر من هذا؟ هذا لازم يتعاقب على كل اللي حكاه. يا ناس انا عدغش على السماء مفتوحة، وابن الإنسان عيسى المسيح ويقف على يمين الله. خلي نسد عذاننا حتى ما نسمع هذا الكلام. هذا كفر. لازم يموت هذا الرجال، لازم يموت. هجموا علينا كلتهم دفعة واحدة وأخذونه خارج المدينة ورجمونه بالحجاغ وخلوا الشهود حواسم قدام شاب اسمه شاول. اصطفان من كانوا يرجمونه كان منتلي بالروح القدوس ودعا الله سبحانه وتعالى. يا رب لا تحسب هذا الذنب ضدي، يا رب اقبل روحي. ومات اصطفان وشاول كان موافق على قتله. بعض الناس الأتقياء دفنوا اصطفان وعملوا له مناحة عظيمة. إلى لقاء آخر مع الحواريون.